بسم الله الرحمن الرحيم. Advanced Control Systems Lecture 2 Control Conical 4 State Variable Model from Transfer Function. في المحاضرة السابقة اشتقينا State Variable Models from a Differential Equation، وعرفنا أنه Simulation Diagram المشتق من Differential Equation يكون شنو؟ Unique. اليوم احنا نشتق الكنترول كونيكال فورم والأبزيرفابل كونيكال فورم من الترانسفير فانكشن. والفائدة من أنه الترانسفير فانكشن يختلف يعني على الديفرنشال إكويشن، هو عندي يعني عدة صيغة، عندي إنفينيتي من الفورم للستيت فاريبل. وافتهمنا بالمحاضرة السابقة أنه الستيت فاريبل هو المتغير اللي يحول لي الديفرنشال إكويشن من درجة N إلى الـ N first order differential equation، والكولكشن مال هال first order differential equation هو مثلناه بالستيت سبيس. وافتهمنا بنفس الوقت من المحاضرة السابقة إنه بالستيت فاريبل لها ادفانتج على الترانسفير فانكشن، لأن بالستيت فاريبل نقدر نتعامل ويا اللينير سيستم ويا التايم انفاريانت سيستم ويا المالتي انبوت مالتي اوت بالسيستم، عنده يكون السيستم مالته معقد. وكذلك يعني اذا اعطينا فكره عن الستيت باي مكان من السيميليشن دايجرام نقدر نعرفه، نقدر نلاحظه، او نقدر شنو نقيسه. ان جنرال ترانسفير فانكشن مالتي، ان جنرال ترانسفير فانكشن مالتي هو شيء يكون عندي جي اوف اس، يكون الاوتبوت على الانبوت، ومثل بالبولينوميال مال البسط اللي هي البيز بي اي اس تو باور اي، والاي ياخذ من 0 الى الاوردر ام، على المقام اللي هو الايز اللي من الاي اي اي اس تو باور اي، ويكون شنو من الاي يكون 0 الى ان. وهذه انا هذه عن طريق هذه بصيغه السيريز، وهي انا بصيغه شنو بولينوميال كاتبينها يعني فتح للسيريز مانيا، فصير بي نوت بلس بي 1 اس بلس بي 2 الى نصل الى بي ام S to power M. وهكذا بالنسبة للبولينوميال مال المقام، راح يصير عندي هنا I naught plus I1S plus I2S square إلى أصل إلى S to power N أي N S to power M. أنا هنا ماخذ يعني مفترض فرضيات أنه الأوردر مال المقام يكون أقل من الأوردر مال البسط، يعني الأوردر مال المقام هو الـ N والأوردر مال البسط هو شنو الـ M، فاخذنا الام اقل من الان، والاي ان مالتي يكون شنو قيمته واحد، هذه افترضناها تكون قيمته الاي واحد. فذلك من هذا الترانسفير فانكشن ان جنرال راح اشتغل صيغتين للستيت فاريبل، الصيغه الاولى هي الكونيكال فورم، والصيغه الثانيه هي الاوبزرفر كونيكال فورم. وهذه هي الطريقتين هي الاساسيات بالستيت فاريبل. اكو طرق اخرى مثل طرق الجوردن وطرق والدايجونال، ان شاء الله ناخذهم بالمحاضرات التاليه. الطريقه الاولى طريقه الكنترول كونيكال فورم، also called تسمى تسميه لها ثانيه بس نسميها بالفيز الفيز فايربل ميثود. as an example consider ناخذ اكزامبل نعوض M equal to بالبولينوميال مال ترانسفير فانكشن مالنا بالمعادله رقم واحد، والN equal 3، يعني ناخذ درجه البولينوميال مال المقام 3، الاوردر مال 3، والبسط تكون البولينوميال مالنا تكون شنو 2. فذلك يكون ال Y of S على ال U of S يكون عندي شنو B naught plus B1 S plus B2 S square على I naught plus I1 S plus I2 S square plus S تكعيب. أنا لسه إذا وجدت شنو طريقة الكنترول كونيكال فورم، فذلك أشوف أعلى أوردر شكل عندي هو شنو S تكعيب، فذلك أقسم البسط والمقام على S تكعيب. فمن أقسم البسط والمقام على S تكعيب فصير B نوت على S تكعيب، فكتاب البولينوميال يصير بطريقة بصيغة الباكورد، فصير B نوت S minus 3 plus B1 S minus 2 لأن مقسم أنا على S S على S تكعيب، فصير B2 على S ناقص 1. الـ I نوت المقام بلون المقام قسمها على S تكعيب، فصير I نوت S-3 plus I1 S-2
بلس اي 2 اي 2 اس ماينس 1 لانه مقسم على اس ماينس 3 بلس اي 1 اس على اس 3 على اس 3 تروح تصير بس تبقى 1. سيت احنا اوكسلري فيربل سميناه هو دبليو اوف اس يساوي لنا اليو اوف اس على المق على البوليمال مال المقام. هذا احنا سبوز احنا نفترضه نجعل هذه تساوي لنا المقام. ديز هذا المعادله معنا ديز جيفز دبليو اوف اس يساوي لنا اذا هسه شو تسوون هذا نضرب هذا الطرفين بالوسطين فشو يصير يعني دبليو اوف اس لهذا الواحد مضروب دبليو اوف اس تكتبته يعني يصير اليو اوف اس هاي كلها تنقل تصير ماينس هذا بقيه البولينوميال يصير ماينس اي نوت اس ماينس تكعيب اي 1 اس ماينس 2 بلس اي 2 اس ماينس هذا كله مضروب شنو دبليو اوف اس اه متغير احنا افترضناه اند الواي اوف اس الواي اوف اس راح اكتب علاقتها ويا شو يصير علاقتها ويا الدبليو اوف اس البولينوميال مال البسطه اللي هي بي نوت اس ماينس تكعيب بلس بي 1 اس ماينس 2 بلس بي 2 اس ماينس 1 دبليو اوف اس. هذان المعادلتين انا اوجدتهن هسه اجي ارسمهن ارسم السيميليشن دايجرام. السيميليشن دايجرام كول ذا كنترول كونيكال فورم شو ان فيجر 1. هذا الرسم مال المعادلتين احنا نسميه شنو هو السيميليشن دايجرام نسميه الكنترول كونيكال فورم حسب الصيغه مال المعادلتين اللي وجدناهن. كان بي درون once a simulation diagram of transfer function is constructed a state model of the system is easily obtained the procedure is as follows. نجي نضع خطوتين. خطوة الأولى assign state variable to the output of each integrator. عندي هذا integrator هذا سمي شنو هنا x1 out مالته هنا x1 مال integrator الأول integrator الثاني سمينا x2 integrator الثاني سمينا x3. هذه x1 شو تصير هنا ما تداخل لها x1 دوت هذه x2 شو تصير هنا داخل ما تداخل لها x2 دوت x3 الداخل لها شنو هنا x3 دوت. write an equation for the input of each integrator and an equation for each system output. هذا simulation diagram احنا من جبنا عندنا معادلتين عندي معادلة ال y of s اللي علاقتها ويا w of s اللي هي ال y of s راح تساوي لنا حسب المعادلة مالتنا وعندنا W of S حسب المعادلة اللي احنا اشتقناها راح نكتب هذه المعادلة مع W of S شو تساوي لنا؟ تساوي لنا هذه ماينس مثل I2 في الـ X3 ماينس I1 في الـ X2 وماينس I0 في الـ X3 والـ Y of S علاقتها ويا W of S يصير B0 X1 بلس B1 X2 بلس شنو عندك هنا بي 2 اكس 3 يعني هذا انا رسمناها السيميليشن دايجرام من المعادلتين السابقتين رسمناهم ورا ما رسمناهم انا افترضت انه هذه هنا على كل اوتبوت مال انتجريتر ارتبط عندي شنو فيربل سميته اكس 1 اكس 2 اكس 3. هسه اذا اريد اجي اكتبها بصيغه ستيت فيربل الاكس 1 شو يساوي لنا الاكس 1 دوت شو يساوي لنا نفس الاكس 2 الاكس 2 دوت شو يساوي لنا يساوي لنا الاكس 3 الاكس 3 دوت شو تساوي لنا؟ راح تساوي لنا علاقته بهذا الكوفيشنت اذا اكس من السيميليشن دايجرام الاكس 1 دوت هي نفس الاكس 2 الاكس 2 دوت هي نفس الاكس 3 الاكس 3 دوت هذه من الكوفيشنت معنا اللي اخذناه من السيميليشن دايجرام. Well the output is شنو هو؟ هذا الاوتبوت هي الواي اوف تي يساوي لنا البي نوت اكس 1 بلس بي 2 من السيميليشن دايجرام اخذته اني B1X2 plus B2X3. الماتريكس فورم اجي نسوي صيغة الماتريكس فورم لان حولناها شنو حولناها من ترانسفير فانكشن الترانسفير فانكشن اوردر مالته 3 اللي هن البولينوميال مال المقام 3 فراح شنو صار عندي ثلاث معادلات من الدرجة الأولى ثلاث معادلات يعني X دوت يعني معناته X1 دوت X2 دوت X3 دوت هذا ستيت فيربل مالتي يساوي لنا x1 دوت شو يساوي x1 دوت x1 دوت راح يساوي فقط ال x2 x2 هذه يعني ال x هذا الفكتور مال x يساوي x1 x2 x3 فش يساوي يساوي فقط x2 عندي هنا ال x2 دوت راح ال x2 دوت راح يساوي فقط ال x3 فقط ال x3 اذا فقط هنا خلى واحد البقيه صفاره وال x3 دوت راح يساوي شنو الكوفيشنت مال المقام اللي هي ماينس اي نوت اي1 اي2 بلس يو اوف تي فصير ماينس اي نوت هنا اكس 1 ماينس اي 1 اكس 2
ماينس اكس ماينس اي 2 اكس 3. وبالنسبه للانبوت يكون 0 0 فقط، الانبوت يكون ويا اخ او ويا يو بالمعادله الثالثه. الواي راح نفس العمل، الواي يساوي بي نوت اكس، هذا ستيت ستيت فيكتور اللي هو اكس متكون من هذا الاكس اكس 1 اكس 2 اكس 3، يصير بي نوت اكس 1 هذا بي نوت اكس 1 بي بي 1 اكس 2 وبي 2 اكس 3. هذا ستيت فيربل مالنا بطريقه الكونيكال فورم. لو لاحظها هو عندي، اذا لاحظ الترانسفر فانكشن مالتي راح يكون هذا الترانسفر فانكشن مالتي يكون شنو هو المقام مال البولونوميال، هذا المقام مال البولونوميال. هذه هنا الاي ان اللي هي احنا اخذناها قيمتها شو تكون؟ واحد. لذلك يعني شنو الاي ان هذا قيمته واحد. هذا الاي نوت وهذا الاي 1 الاي 2 اقدر اكتب مباشره من ترانسفر فانكشن. العمود على الاي نوت يكون زيرو فاكتور. الماتريكس الباقي شو يكون؟ يكون ايدنتيتي ماتريكس، يونت ماتريكس، ايدنتيتي يعني ماتريكس، يعني الدايجونال مالته واحد وبقيه هذا يكون قيمته صفاره. وهكذا اذا كان عند الاوردر مع ترانسفر من الدرجه الرابعه نفس العمليه راح تكون، بس مجرد انا راح اضيف زيرو وهنا راح يصير ايدنتيتي ماتريكس راح يكون شنو ثيرد اوردر، وراح ينضاف لي هنا شنو هو ماينس اي 3 راح يكون اليمنت اخر راح ينضاف لي، وهذا راح تنصاف شنو اكو زيرو راح يصير شنو لانه صار اربع الكونفشن مال تكون اربعة. اما بالنسبه للواي يعني شو يصير عندك هنا؟ هذا بي نوت هذا بي 1 بي 2 مضروبه في الاكس فاكتور، هذا راح ياخذ البولونوميال مال البسط اللي هو بي نوت بي 1 بي 2. هذه صيغه، هذه الصيغه نسميها صيغه الكونيكال كونترول كونيكال. هنا التوضيح اللي تكلمنا عليه، note the direction connection with the coefficient of the transfer function. The bottom row of the A matrix contains the negative of the coefficient of the characteristic equation, i.e. the denominator of the G of S. يعني المقام مال الـ A يمثل لي شنو هو الكوفيشنت مال البولونوميال مال المقام. Starting on the left من الـ left hand يعني من minus I naught إلى الـ right اللي هي minus I2. Above bottom rock is a column zero مثل ما قلنا، يعني يكون شنو العمود اللي فوق الاي نوت هو شنو كولوم زيرو. وهنا عندي ايدنتيتي ماتريكس 2 باي 2 على بقيه الكوفيشنت. البي ماتريكس is similarly very simple, all the elements zero except the bottom اخر واحد يكون الاسفل يكون قيمته شنو واحد، which is again from the original system. ليش؟ لانه انا الكوفيشنت مال اي ان يعني كنت يكون شنو قيمته واحد، لان احنا افترضناه بالترانسفكشن بالجنرال فورم انه يكون الاي ان قيمته واحد، فذلك شو يكون هنا قيمته واحد. والسي ماتريكس contains the positive of the coefficient of the denominator of the transfer function starting to the left with b naught and ending on the right with b2. يعني اللي راح يكون البولونوميال مال 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 البسط اللي هي من b naught من اليسار الى اليمين اللي هي يصير b2. It's important to note that the state matrices are never unique and each G of S has infinite number of state models. يعني من نوجد الستيت فاربل من الترانسفير فانكشن ما عندي يونيك، لان ياخذ عده صيغ، ياخذ شنو انفينيتي نمبر اوف ستيت مودلز. هذا الصيغه اللي سجلناها بالطريقه هذه بهالصيغه هذه بالتعريف هذا حبيت التعريف هذا نسميها الكونترول كونيكال فورم. ناخذ صيغه اخرى على نفس هذا الاوبزرفر كونيكال فورم. In addition to control conical form, we can draw simulation diagram called observer conical form. To show the observer conical form can be derived, consider the transfer function. يعني المعادلة مع transfer function بصورة عامة. نأخذ الـ m نفس العملية. نأخذ الـ m equal 2 والـ n equal 3. Question 1 is written in the form. المعادلة اللي أخذناها اللي هي تمثل لي الترانسفير فانكشن ان جنرال احنا سميناها معادله رقم واحد. فاذا عوضنا قيمه الام 2 راح يصير البولونوميال مال البسط بي نوت بلس بي 1 اس بلس بي 2 اس سكوير. واذا عوضنا البولونوميال مال المقام الان اكول 3 راح يصير شنو المقام من الدرجه الثالثه يصير اي نوت بلس اي 1 اس بلس اي 2 اس سكوير بلس اس تكعيب. ليش؟ لان احنا افترضنا الاي ان قيمته واحد. نلاحظ هذه المعادله تنكتب نضرب الطرفين ببسطين لان هي كانت y of s على u of s ساوي البسط على المقام
ضربنا الطرفين في الوسطين. هذا طريقة الأوبزرفر كونيكال فورم. Divided both sides by S-cape. نقسمها على S-cape. ها طرفي المعادلة راح نقسمها على S-cape. بنقسمها على S-cape شو يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي هذا على S-cape راح يصير عندي شنو؟ واحد. أي 2 على S-cape يصير أي 2 S to power minus 1. أي 1 على S-cape يصير أي 1 S to power minus 2 نكتب بالباكورد. أي نوت يصير S minus 3. يساوي لنا هذا نفس عملنا امر نقسمه فصير بي 2 على اس 2 ماينس 1. هذه انا كتبناها عشان بولينوميال بالباكورد واسيندنج يعني بلس بي 1 يصير اس ماينس 2 لان نقسمه كله على اس تكعيب بلس بي نوت اس ماينس 3 يو اوف اس. ليدنج 2 واي اوف اس هذه واي اوف اس شو تساوي لنا؟ هذا الواي اوف اس نضربه في هذا بقيه حول البولينوميال حول الجهه الاخرى. فش يصير بقيه البولينوميال يصير ماينص من هنا هذا بس الواي اف اخليها بجهه اليسار بقيه البولينوميال احولها على الجهه الاخرى فش يصير ماينص اي 2 اس ماينص 1 بلس اي 1 هذا نفسه اي ماينص 2 بلس اي نوت اي نوت ماينص 3 واي اوف اس بلس بي 2 اس ماينص ونفس هذه مجرد تجي هنا نفس البقيه بس مجرد اني خليت الواي اوف اس من هنا اخذتها بقيه الحدود مال هذا البولينوميال حولتها على الجهه اليمين. This relation completed by using simulation diagram as shown in figure 2. هسه نرسم هذا المعادله simulation diagram مال هذا المعادله. انا عندي كل ايش قاعد عندي الاوردر مال اس؟ الاوردر مال اس عندي ايش قد؟ ثلاثه. اذا انا عندي 3 انتجريتر. لانه 3 انتجريتر. يعني اساس simulation diagram شنو هو؟ شنو؟ الانتجريتر والكوفيشنت اللي ترتبط مع فانا اجي شنو عندي هذا المعادله مالت الواي اوف اس شو تساوي لنا؟ راح تساوي لنا متكونه من هالشكل هذا عندي الاساس هو شنو عندي بما انه ثيرد اوردر عندي 3 انتجريتر بعدين هذا العلاقه مع البي نوت بي 1 بي 2 هذا بولينوميال مرتبطه ويا هذه ويا الواي اوف اس راح تساوي لنا مضروبه باليو اوف اس وبقيه الواي اوف اس راح تجي تربط نيجاتيف مثل اي 2 واي اوف اس اي 1 اي نوت واي اوف اس فهذا المعادله انا جيت رسمته هسه انا السيميليشن دايجرام شلون اوجد الستيت ايكويشن اخلي المتغيرات مال الستيت فيربل اخليها الاوتبوت مال كل اعرف على اوتبوت كل انتجريتر هذا انتجريتر اخليه اكس 1 هذا انتجريتر اسميه اكس 2 هذا انتجريتر اكس 3 اذا الانبوت للانتجريتر الاول هو شنو اكس 1 دوت الانبوت للانتجريت الثاني هو شنو x2 دوت الانبوت للانتجريت الثالث شنو x3 دوت x3 دوت هسه انا مجرد اكتب هذا المعادلات مالتي اكتبها وارتبها شو يصير عندي هنا من هذا المعادله x1 دوت شو يساوي لنا x2 x2 دوت شو يساوي لنا x3 x3 دوت اللي هي نفس المعادله مالنا راح اكتبها فتنكتب بهالصيغه هذه The state equation are written. أرتبها صيغة state space. هذا ال x dot معناته هي x1 dot, x2 dot, x3 dot. راح يصير minus i2 i minus i2 x1 plus x2 plus b2u وهكذا البقية x2 dot راح يصير minus x1 minus x1 plus 0 x2 plus x3. لو لاحظها من هنا مثل هذه مثل لو ناخذ x1 دوت x هذا x1 دوت شو تساوي لنا x1 دوت راح تساوي لنا ماينس i2 هذا ماينس i2 x x1 هذا ماينس i2 x1 اللي هذا المعادله رقم واحد عندي هنا x1 x1 دوت شو تساوي لنا ماينس i2 هذا ماينس i2 هذا جاي فيدباك وهذا ماينس i2 x1 هذا x1 بعدين بلس x2 هذا الـ x2 هذا الـ x2 هذا الـ x2 مضروبه بلس x2 بلس b2 هذا الـ b2 u هذا الـ b2 u فذلك مثل هذا المعادله اخذناها على سبيل المثال وبقيه المعادله نفس العمليه والواي الواي مالتي ايش راح يساوي لنا الواي مالتي؟ راح يساوي لنا 1 0 0 مضروب بالستيت هو x1 x2 x3 فالواي فقط يساوي لنا x1 هذا الواي فقط يساوي شنو الواي هو نفسه الاكس 1 فذلك بما ان الواي يساوي لنا اكس 1 البقيه ستكون 0 0 اكس. امثله عندنا ناخذ امثله اكزامبل عده امثله وكل مثال فايند ذا ستيت
and the output equation for عندي هذا transfer function and control conical form. هسه راح نجد كل الامثله راح اوجدها اني بالكنترول كونيكال فورم. الامثله كلها لكم هوم ورك بطريقه الاوبزرفبل كونيكال فورم. يعني الاوبزرفبل اريد تجدون انتم بطريقه الاوبزرفبل لكم هوم ورك. هسه نجي نكتب مباشره بدون سيميليشن دايجرام نقدر نكتب مباشره. احنا عرفنا بالستيت سبيس هو عندي المقام راح يمثل لي البولينوميال عند دانت ماتريكس مالته هو الاي ماتريكس الاكس دوت يساوي لنا اي اكس بلس بي يو والواي يساوي لنا سي اكس. الماتريكس هذا الاي الكونفشن مال الرو الاخير راح يساوي لنا يبدي من جهه من الاي نوت ماينس اي نوت ماينس اي 1 ماينس اي 2. اقول ماينس اي نوت ايش قد قيمه اي نوت 2 ايش قد قيمه اي 1 ماينس 6 ايش قد قيمه اي 2 ماينس 3. هذا الواحد اللي هي تجي إيه هذه بلس 1 هذا الانبوت مالتي 1. البقيه ايش راح تكون العمود الفوق اي نوت راح يكون شنو زيرو فاكتور هذا زيرو فاكتور زيرو زيرو. بقيه العناصر تكون ايدنتي ماتريكس 2 باي 2 عند الماكس لان اوردر 3 وهكذا تغير الاوردر راح يكون هذا راح يصير زيرو فاكتور راح يكون شنو يتغير ضاف له زيرو نوب وهنا ايش راح تكون الاوردر مالتي يكون ايدنتي ماتريكس 3 باي 3. اما كمثالنا هذا اللي راح يكون يعني 0 0 يعني 1 0 0 1. اما الاوتبوت مالته شو يكون هو البولينوميال مالته البسط ايش راح يكون عندي هنا يعني راح يصير بي نوت بي 1 بي 2 ايش قد بي نوت عندي 4 ايش قد بي 1 7 ايش قد بي 2 5 في الاكس. الاكس هو شنو هذا فيكتور اللي هو اكس 1 اكس 2 اكس 3. لكم انتم هوم ورك تحلوا لنا اياه بطريقه الاوبزرفر وترسلنا اياه عن طريق المراسلات على الفايبر او باي صيغه تختارونها انتم. Example 2 find the state and the output equation for g of s. عندي هذا g of s نفس الصيغه بطريقه الكونترول كونيكال فورم اريد اوجده. شلون اوجده؟ الاحظ انا عندي بالفرضيات اللي احنا اشتقناها قلنا الاي ان لازم شو يكون؟ يكون واحد فذلك اقسم البولينوميال مال المقام على واحد. فمن قسمها على اثنين هذا الكوفيشنت قيمته اثنين فقسمناه على اثنين من قسمناه على اثنين راح يصير واحد نصف ثلاثة على اثنين. من الاي نوت ايش قد صار قيمته؟ قيمته ثلاثة على اثنين. فانا ايش جي اكتب عندي الاوردر ايش قد اثنين اذا هذا البلانت ماتريكس راح يكون هو كله 2 باي 2 فصير ماينص ثلاثة على اثنين. هذا جاي لي شنو؟ انا قسمت الاي ان لازم انا بالافتراض مالتي من اشتقيت الصيغه العامه لل الكنترول كونيكال فورم انا اشتقيتها على اساس انه هذا الاي ان واحد. شو يصير ناقص 3 على 2 عندي هذه شوف عندي هنا اقسم على 2 يصير شنو؟ نصف لان ناقص هذا اخذها ناقص ناقص يا بوزيتيف شو يصير؟ ناقص 3 على 2 هذه هي ناقص اخذها ناقص شو يصير؟ نصف. الاي ان انا قسمته على راح اقسم على 2 فذلك شو يصير عندي هي نصف يو. الاوتبوت مالتي ايش راح اخذ؟ اخذ فقط هو شنو الكونفشن اللي هو اي نوت 1 1 0 اكس نعم بس فقط عندي بي نوت فقط عندي شنو بي نوت بي نوت. اما بي 1 قيمته صفر فقط عندي بي نوت فذلك الشيء يكون يعني بي نوت صفر مثل ما نلاحظ بالمثال هذا. هذا هو شنو هذا؟ هذا البي نوت هذا البي 1 وهذا البي 2. هسه انا البي نوت وقيمته واحد اما البي البي 1 وقيمته صفر فذلك كتب شنو هو؟ x1 0 x2. مثال اخر write a state variable expression for the following differential equation. عندي differential equation واريد اكتب شنو state variable لها. عند differential equation 2y double dot minus y dot plus 3y يساوي u dot minus 2u. عندي عدة طرق، أما أقدر هسه أنا أريد آخذها بطريقة الترانسفير فانكشن، يعني أقدر مثلا بطريقة الترانسفير، إذا أحول هذه إلى ترانسفير فانكشن، إذا آخذ اللابلاس ماله، من آخذ اللابلاس ماله شلون آخذ اللابلاس ماله؟ آخذ اللابلاس مال الطرفين وأفترض أن الإنيشال كونديشن مالته تكون صفر، فشو تصير هذه؟ بما أن المشتقة الثانية تصير 2 اس تربيع واي أوف اس، لأن الإنيشال ناقص الإنيشال كونديشن كلها صفر صفر، ناقص هذه اس واي أوف اس. لان ناقص النيشنال كونتش يكون صفاره البلس 3 y of s وهكذا يصير s u of s minus 2 u of s.
ارتبها راح يطلع لي هاي ترانسفر فانكشن او ترانسفر فانكشن علاقه الاوتبوت اللي هو الواي اوف اس، الانبوت مالتي هو اليو اوف اس، فراح يصير عندي اس ماينس 2. هذا الاس منين جاي؟ لان هذا شنو؟ اس يو اوف اس، وعندي هذا ماينس 2 يو اوف اس، فتصير اس ماينس 2. وعندي هذا الشيء منين جاي؟ هذا 2s سكوير، لان انا حولته هنا شو تصير؟ 2s سكوير y اوف s، وهنا ماينس s y اوف s صار ماينس s بلس 3 y اوف s بلس 3 y اوف s. هذا اذا تضرب بها ترجع نفس هذه القيمه. هسه منها اذا طريقه الكونترول كونيكال فورم من هنا اقدر اخذها، شلون اخذها؟ لازم عند الكوفيشنت اي هذا تكون قيمته جد قيمته واحد، اذا اقسم على ايش قد؟ اقسم على 2. من اقسم على 2 اقسم على 2 البسط والمقام، اقسم البسط والمقام على 2، فراح يكون عندي هذا المقام اخذ شنو هو هذا الاي نوت، راح يصير ماينس 3، اكتب ماينس اي نوت، ايش قد ماينس اي نوت؟ 3، فايش صار ماينس 3 على 2، ماينس ماينس صار بلس 1 على 2 نصف، والبي نوت بما انه قسمت على 2 راح يصير هذه عندي القيمه يو بلس يو. عندي البسط عندي شكو عندي هنا؟ عندي هنا البسط اللي هو بي نوت بي 1، فصير مقسم انا على 2 صرت ناقص 2 على 2 يصير شنو؟ ناقص 1، وعندي 1 على 2 راح يصير شنو؟ عندي نصف. هذا الاكس هذا ستيت هو اكس 1 اكس 2. طريقة لاثبات الكلام معنا نقدر نحلها بطريقة شنو؟ بطريقة السيميليشن دايجرام. طريقة السيميليشن دايجرام هو عندي الترانسفر فانكشن اللي وجدناه، اعلى اوردر بي هو شنو هو اس سكوير، اقسم البسط والمقام على اس سكوير، فاذا قسمنا البسط على اس سكوير راح يطلع لي هو اقسم على 2 اس سكوير على مود اتخلص من الاي ان تصير قيمته واحد، تصير هذه قيمه الاي ان واحد، فقسمناها بعدين اختار اكزيلري سيجنال يو اوف اس يساوي اليو اوف اس على المقام، هذا اليو اوف اس على المقام ما نسميه شنو؟ هذا نفسه كتبت الترانسفر فانكشن واي اوف اس نفسه هذا البولينوميال مال البسط، بعدين اليو اوف اس على هذه، هذا اعتبرته اوكزيلري سيجنال او متغير، سميته هذا المتغير دبليو اوف اس يساوي هذا هذه الدبليو اوف اس، لو ناخذ هذه شو يساوي لنا؟ دبليو اوف اس يساوي لنا هذا مضروب بهذا الكوفيشنت يساوي لنا اليو اوف اس. اخلي الواي اوف علاقه الواي اوف اس يساوي علاقته، خليت ارجعها ويا علاقه الدبليو اوف اس، راح يصير البسط اللي هو نصف اس ناقص ناقص 1 ماينس اس ماينس 2 في الدبليو اوف اس، لان الدبليو اوف اس راح يساوي لنا هذا البولينومال مضروبه باليو اوف اس. نرسم للمعادلات معنا، فبنرسم السيميليشن دايجرام ونخلي الاوتبوت، نخلي عندي بما انه شنو عندي الاوردر من الدرجه الثانيه، فعندي شنو اكس 1 عندي اكس 2، هذا راح يصير الانبوت للانتجريتر الاول هو اكس 1 دوت، الانبوت للانتجريتر الثاني هو شنو اكس 2 دوت. من يلاحظ هو شنو اكس 1 دوت اللي هو هذا راح يصير الانبوت للانتجريتر الاول اكس 1 دوت هو نفسه اكس 2، والاكس 2 دوت الاكس 2 دوت هذا من المعادله مالنا موجوده، والواي اخذناها من المعادله السابقه اللي وجدناها، فهذا هو ستيت فايربل. استاد فايربل سيستم معنا. شكرا لأصدقائكم.